اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. الحمد لله. حديث لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم أعله، يعني ضعفه أكثر العلماء والمحدثين، الأوزاعي، الزهري قبله، ابن القطان، أبو داود، النسائي، مالك، أحمد، ابن تيمية، ابن القيم، ابن حجر، ومن معاصرين الشيخ بن باز وغيرهم كثير، فلا يصح.